بدعم من ميليشيات قسد ما تسمى بقوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري، تواصل قوات النظام من جهة والجيش الحر المدعوم تركيا من جهة أخرى السباق المحموم نحو مدينة الباب شمال شرق حلب. ناشطون قالوا إن قوات النظام سيطرت على قرى سربس والحسامية وأم العمد جنوب مدينة الباب بعد انسحاب تنظيم الدولة منها، فيما تمكن الجيش الحر من تحرير قرية السفلانية الواقعة شرق مدينة الباب بعد اشتباكات عنيفة مع مقاتلي التنظيم أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر الأخير، فضلا عن إعطاب عدة آليات عسكرية والسيطرة على أخرى. وشهد اليومان الماضيان تقدما للجيش الحر على حساب تنظيم الدولة، حيث سيطر على قريتين غرب مدينة الباب وسط محاولات مستمرة لدخول المدينة، إلا أن مقاومة التنظيم حالت دون ذلك. أما فيما يتعلق بالمعارك الدائرة شرق حلب وبالتحديد في منبج، فقد شن تنظيم الدولة هجومين منفصلين على قوات مجلس منبج العسكرية المنضوية تحت ميليشيات قسد المتمركزة في قريتي جب مخزوم وتل خذان. الهجوم أسفر وبحسب وكالة أعماق التابعة للتنظيم عن مقتل وجرح العشرات من قوات مجلس منبج العسكرية.